السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في سيدة الضيف سلسلة اطباق الحاجة فاطمة. اللي غادي تقدم لنا الكابوتشينو او المشروب القهوة الساخن المنزلي بطريقة سهلة. خليكم مع المقادير وطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة. دابا سميتو ماما. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو هتصوبي لينا؟ غادي نصوب ان شاء الله هذا الكابتشينو. شنو هتصوبي لنا هذا النهار؟ لا تحسن شبع حسن ضحك مزيان. واخ كابتشينو صافي شبعتي ضحك. دابا تحضرنا ان شاء الله الكابوتشينو هي ايطالياني بطريقه منزليه. شنو عندنا في المقادير؟ عندي هنايا بعدي هي الفلاشه ديال نسكافيه اللي هما بالغرام. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش 80 غرام. 80 غرام كل فلاشه كتكون فيها 20 غرام. هنايا نسطر الحليب، هنايا واحد نص كاس الماء مغلي. هاد الحليب غادي نديرو يغلى بسم الله. هادي في كاسرونة؟ اه تاي لا نشعل عليه. وهذا غادي نديرو هنايا نطربو هاد القهوة. القهوة نسكافي اللي هنايا ندير عليها هاد نص كاس ديال الماء سخون. نطربو نديرو البريز واخا ان شاء الله. السكر دابا علاش درتي السكر؟ علاش درتي السكر؟ كاين اللي كيدير السكر كاين اللي ما تيديروش. انا حيت انا كنديرو في الحليب. كندير حتى في الحليب. ما كنديروش في القهوه، ولكن ماشي مشكل ديري حتى في القهوه. لا نديرو في الحليب ماشي مشكل. انا نديرو معلقه في الحليب نيس بحال بحال على حسب الذوق. انا ندير هنا القياس اللي غادي ثلاثة تات حسب الحلاوه. حيت كاين اللي كيحلي القهوه وكاين اللي كيحلي الحليب. هو من الاحسن القهوه يخليوها هكاك بلا سكر. باش ما تديريها بشي حاجه اخرى حيت هي الحاجه دونك ديرها القياس. وهادي غنطربها. درتي البريز؟ اه درت البريز. كيجي رائع. شنو شافيه؟ المهم دابا هذا وجد ندوزو الحليب. ندوزو الحليب ماما. يلا انا وجدت هذه باش نديرو فيها الطايه ديالها، حيت هذا دابا كنحسبو بها ثاني يومين ثلاث ايام ولا اكثر كاع فهمتي. كيبقى ما كيطيح ما والو الا بقينا طرب. انا عاد عرفت اش ما كديش فيه السكر باش الماء ما يطلقش الماء. ما يطلقش الماء ما كديش فيه السكر. السكر ديري في الحليب على حساب هذا ما كديري فيه لا ما لا والو. تبغي ديري شي حاجه راه كتبقى محتفظه عليه. يعني بالنسبه للناس اللي جاهم الضياف بلا ما يطلعوا الكريمه كتلقاه عندك في الدار. يسخنوا غير الحليب. تسخن غير الحليب وكتصوبيه بالزربه. تدري عليه لا سميتو. المهم دابا حنا كذلك كنحتفظوا به وغنهزوا منه واحد الكميه. اه ناخذ منه غير شي حاجه باش
نديرو الكسكروط دابا في هاد العشيه باش غنخدعو صافي صافي ان شاء الله صافي هانت هي ما تعيطيش ما والو دابا ما ديريش فيه السكر هذا هانت شتي بغيتي حتى ديري فوق القهوه الا صوبتي شي واحد في القهوه كحله بغيتي باش هذا تاخدي من هذا شي شويش ودير فوق من القهوه وتقدميها للضيف ما تتهز صافي شي ديال الشمال حتى الكافي نوار اه حتى الكافي نوار ولا الكحول حليب ولا اي المهم مزيان هذاك يصلح في الدار يبقى ديما في الدار مصوب ناضي لان كنحسو شويه ديال المجهود ماشي واحد الوقت باش كي كتطلعي واحد مده قسمه يكون ضرب مجهد ما يكونش عرفتي شي ضرب عيان ولا تقولي علاش ما طلعليش او العجانه ممكن يديروا الناس في العجانه حتى العجانه الا كانت كتخدم مزيان راه مزيان نسد عليه ونخبي تناخذو منه اه ناخذ منه ثلاجه بسم الله دابا على داك الحليب اللي انا غليته حتى غلى غادي نديرو هنايا بسم الله يعني سخون حتى كيبغيو يقدموه بغيتي تقاديه بالسكر كتقاديه كتذوقي حتى كتقاد بغيتي زعما ديري تخليه شويه مسوس راه تي شي على حسب نضربو بهاد سكر حسب الذوق سكر على حسب الذوق هو باقي سخون صافي هادشي هذا راه غير كيتو قرغوا ماشي كي ماشي كيعقد اي حتى القرغوه صافي هادشي شتي ايوا ولا ديرو دابا في الكيسان غنديرو في الكيسان نحيد البريز بسم الله غندير هذيك القهوه اللي انا طلعتها هي بسم الله جوج معالق شحال ما بغيتي انت على حسب بغيتي قاصحة ولا خفيفة بغيتي قاصحة ولا خفيفة هانتي جوج معالق هكا حتى هنايا نزيد هداك الحليب بحال هكا بسم الله يلا يتكب غتسبقي الحليب باش تعرفي شحال غديري باش ما يمشيش الكاس يعمر لك دابا داك القيش هذا الرغوة هو كتغطى لي معليش الا كان يتكب لك معليش صافي يلا انا نقدر الثاني يلا الثاني اوه سخون صافي انا غادي ناخذ داك الرغوة انا غادي نهز هذا الرغوة شتي كتهزي هذا الرغوة كتكملي بها بحال هكا باش يجيك داك الشيء ملون ديكوري كاين اللي كيدير سميتو حتى لي سميتو الشونتي يا ربي كاين اللي كيدير الشونتي ولا هذا حنا بلي كيكون موجود عندنا راه كنديروه اللي موجود ديالي ماشي ضروري كاين الشونتي دابا اغلبيه الناس ما عندهمش داكشي حنا غنديروه هكا عادي هانتي هو تيبان في الجنب زيدي شويه هذا ما درتيش فيه بزاف القهوه فيه بزاف زيدي فيه شويه القهوه انا غادي ندير هو ندير فلاخو ديري تا هو زيد عليك قهوي معلوم يلا صافي دابا انا درت شويه ديال الشوكولاط كاكاو المر ولا حلو اللي عندك اللي كان اللي تصاب عندك هانتيا صافي اللي بغيتي كبغيتي ديري داك الحبيبات بغيتي ديري بغيتي ديري هذا بغيتي اللي بغيتي هذا فقط للتزيين اه غادي الشكلاط ديال الحبيبات اللي بغيتي صافي ها هو واش ماما صافي ها هو واش ماما كيما العاده تبارك الله عليك بصحه وراحه في السكر كلشي هو هذاك كلشي مزيان جو عندك الضياف بزاف هادو من هادشي اللي تقدمي لهم ياك فقط ما كنديروش حتى في هاد الكبار كنديرو غير في الغطيرات الصغيرة بعض المرات هادو بالنسبه لي كنوجد الناس ياك
المهم كيجي جميل. ايوا ما يقدموا الحليب سخون باش يلاه يلاه يطلع باش يطلع يدير القرعه مزيان. اييه ماما ايوا بالصحه. شكرا كما العاده تبارك الله عليك. الله يعاونك. شكرا على المجهود. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.